كانوا شي جوج ديال الشباب يمكن عنده هذاك اللي قبطوا الشرطه تكون عنده شي 22 عام، خطفوا التليفون البورطابل شي بنت وجايين تابعينهم البوليس ونقزوا لهاد الفيلات اللي من شارع أنوال. واحد لقى الكلاب هرب عاود قبطوه، والاخر راه باقيين كيقلبوا عليه حيت دابا مخبع في شي فيلا هنا. معلوم حنا هاد الناس دائما واقفين، دائما كيكونوا